خطوات هي بتتخذها وهي المشاركه في كل القرارات ومعدلات التنفيذ. فالحقيقه هذا اللقاء ايضا من باب مشاركه حضراتكم، لان المشاركه جزء مهم جدا من عمليات التطوير اللي احنا بنقوم بيها. فمشاركه حضراتكم في الموقف النهارده، تشوفوا الموقف على الطبيعه، بنناقش مع بعض كل الاستفسارات اللي حضراتكم بتدور في ذهن حضراتكم. الحقيقه هذا المشروع الضخم هو من ضمن مجموعه من المشروعات، واحنا بنتكلم النهارده على مستقبل مصر. نتكلم النهارده واحنا دايما بنؤكد ان الدوله المصريه بتعمل وفق رؤيه ووفق خطه، خطه بتتحرك فيها بخطوات مدروسه. هذه الخطه بتشمل الانتقال الى مجموعه من المدن، وهذه المدن ليس فقط هي مدن او مدن اداريه، ولكن احنا بنتكلم النهارده على مدن بها تنميه شامله. احنا بنتكلم النهارده على حياه متكامله. مش معقول ان احنا النهارده في مصر بدوله بها كل هذه الامكانيات بنعيش على 7% من هذه الرقعه. فتوجه الدوله المصريه ان احنا بنتحرك الى مجموعه من المدن، منهم هذه المدينه وهي العاصمه الاداريه الجديده. فانا جايه الصبح من برامج خاصه ببرامج الحوكمه والمراجعه الداخليه، وده ليه؟ لان احنا النهارده بنجهز زي ما احنا بنتنقل، احنا هنتنقل بشكل اكثر تطورا. فاحنا مش بس بنتكلم على الانتقال من الناحيه المكانيه، ولكن ايضا بنتكلم على الانتقال بشكل أكثر تطوراً وأكثر حداثة في الجهاز الإداري للدولة. ليه؟ عشان إحنا النهاردة بنهدف، وده هدف الدولة المصرية، إن إحنا نقدم خدمات أفضل للمواطنين. أقدم خدمة أفضل للمواطنين من خلال جهاز إداري كفء وفعال. المدن النهاردة الجديدة دي كلها مدن ذكية، كلها مدن فيها الشق التكنولوجي، فيها شق عالي جداً، فبيبقى بنقدر إن إحنا التطبيقات المميكنة كلها بتؤدي إلى سرعة وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين. إحنا النهاردة في إطار طبعاً الزملاء الموجودين والهيئة الهندسية، الحقيقة بقدم لها الشكر على الجهد الكبير. الحقيقة الإنجاز اللي هتشوفوه النهاردة في إرادة سياسية، في التنفيذ، في جهد كبير بيتم. فهنلاقي ان احنا النهارده السرعه اللي احنا بنتحرك بيها في كل المجالات دي بتحتاج برضو من حضراتكم ان احنا نمشي في موضوع النقل، وفي موضوع التسكين، وفي موضوع التدريب وتأهيل الكوادر، لان زي ما بقول انا عايزه اتنقل بجهاز اداري اكثر كفاءه. احنا النهارده بنشتغل على وحدات جديده داخل الجهاز الاداري للدوله، وحدات فيها وحدات موارد بشرية، وحدات مراجعة داخلية وتدقيق، وحدات خاصة بالتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة. هذه الوحدات هي الوحدات الأساسية اللي هي هتقوم بعملية تطوير كل الأجهزة وكل المؤسسات داخل الوزارات المختلفة. متكاملة توفر حياة أفضل للمواطنين وتقدم خدمة أفضل أيضا للمواطنين في كل مكان. أنا سعيدة جدا بوجودي، وبكرر الشكر لكل من ساهم في هذا الجهد. وأنا قلنا إن إحنا المشاركة جزء أساسي للمواطنين، وتقدم كتير نبقى موجودين مع بعض، نتكلم مع بعض، ونروح نشوف على الطبيعة حجم الإنجاز الضخم اللي تم في هذه المدينة. ومرة تانية برحب بيكم، بشكركم، وأتمنى إن شاء الله يعني يوم سعيد علينا، وإن شاء الله العام القادم نبقى بنلتقي وبنعمل في هذه المدينة بإذن الله.